النهارده لا امبارح، امبارح مش النهارده، وزاره الري حضراتكم عارفين، قبل ما احكي اقول لحضراتكم وزاره الري الجديد فيها، انما في خطه قوميه لتبطين الترع للحفاظ على كل نقطه ميه، وشفنا جزء بدأ يتنفذ على مدار الشهور الماضيه. امبارح وزاره الموارد المائيه والري اصدرت بيان، البيان ده جاء فيه انه يجرى حاليا النقاش حول البدائل المتاحه لتاهيل الترع واستخدام تقنيات اكثر استدامه في اعمال التاهيل. هنا بدأت الأسئلة تطرح يعني، وبنبحث عن إجابتها. هل ده معناه ما جاء في بيان وزارة الموارد المائية والري إن في تغيير في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمشروع القومي لتبطين الترع، أو هل في مثلا بدائل ملائمة أكثر أو ذات جدوى أفضل ممكن تتم أفضل من عملية تبطين الترع؟ زي ما قلت لحضراتكم، المشروع ده بدأ تقريبا في أغسطس 2020، وإجمالي الأطوال الترع المستهدفة على مستوى الجمهورية بنتكلم على 20,000 كيلومتر، طبعا مسافة ضخمة، بالتالي التكلفة الإجمالية لتبطين هذه المسافة كلها حوالي 80 مليار جنيه. اللي اتنفذ حتى الآن وفقا للتصريحات الأخيرة التي اطلعت عليها حوالي 5854 كيلومتر، وكان في تصريحات من الوزارة في شهر يونيو الماضي بتتكلم على انه بنهاية 2022 هيبقى على 5000 وشوية دول في 7000 كيلومتر كمان تم تبطينهم. خلونا نفهم اكتر التفاصيل التي جاءت في بيان الوزارة من دكتور محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. هل يا فندم ما جاء في بيان وزارة الري امبارح ده معناها انه في تغيير في الاستراتيجية التي تم تطبيقها الفترة الماضية أو اللي تم وضعها لتبطين الترع وتأهيلها؟ هو اللي بيتم حاليا في الفترة الحالية هو عملية تقييم مرحلية للمشروع. طبعا احنا تم خلال الفترة الماضية تنفيذ آلاف الكيلومترات من الترع بالفعل. قد ايه يا دكتور محمد؟ يعني حوالي زي ما حضرتك ذكرت كده ما يقرب من 5874 كيلومتر من الترع اللي تم نهوها بالفعل، وهناك ما يقرب من 4000 أخرى يجري العمل فيها حاليا. يعني إذا التصريحات اللي كانت في يونيو إن هنقفل 7000 تانيين بنهاية هذا العام، الرقم هيكون أقل. هيكون غالبا أقل من كده، ولكن إحنا حاليا في مرحلة تقييم مرحلية للمشروع. كويس. ما تم خلال الفترة الماضية من أعمال في تأهيل الترع بيتم عمل تقييم مرحلي لهذه الأعمال اللي تمت، بحيث أن يتم وضع معايير لاستكمال المشروع إن شاء الله خلال الفترة القادمة بإذن الله. طيب تقييم حضراتكم للمسافة اللي تم تبطينها الفترة الماضية من الترع، هل في تحديات ظهرت أو كان منتظر يبقى في جدوى أفضل من كده وعليه بدأت وزارة الري تبحث عن يعني وسائل جديدة أو تكنولوجيا جديدة أو وسائل جديدة؟ لا، هو الحمد لله اللي تم خلال الفترة الماضية تم بشكل جيد الحمد لله، ولكن عملية التقييم دي عملية دورية مفروض تتعمل في أي مشروع، بحيث يعني زي حضرتك في تجارب مستفادة أثناء عمليات التنفيذ وأثناء بعد التنفيذ حتى ممكن بتظهر بعض الملاحظات نتيجة التنفيذ، وده شيء طبعا وارد في أي مشروع كبير. احنا بنتعلم ودروس مستفادة، بنستفيد من أي تجارب تمت قبل كده، بحيث ان احنا لو محتاجين بعض التغيير أو التقويم في أداء هذا المشروع بيتم تحسين الأداء في بعض النقاط اللي ممكن بيتم ملاحظتها أثناء التنفيذ، بحيث ان احنا طب هل احنا في حاجة الى تغيير الان؟ لانه البيان اللي صدر من الوزارة امبارح بيتكلم على بحث بدائل متاحة لتأهيل الترع واستخدام تقنيات اكثر استدامة. لا بس هو حضرتك احنا دايما بنحب نفرق بين نقطتين مهمين، عملية تأهيل الترع وتبطين الترع. كويس. عملية التأهيل ما فيش خلاف عليها ان احنا لازم بنأهل المجرى المائي للترعة اذا كان في احتياج الى ذلك. بمعنى انه ممكن المجرى المائي يكون فيه تهايل، في ممكن انسداد في بعض الاماكن، فبالتالي احنا بنبقى محتاجين نعمل تأهيل لهذا المجرى المائي اذا كنا محتاجين الى ذلك. وده مختلف ازاي عن التبطين؟ انا عارف التبطين اللي شفنا المشروع هو بيتنفذ، بس ما هو مش الاثنين مرتبطين ببعض بالظبط؟ فاهم. بس هو التأهيل الجزء الاولاني احنا هي مرحلتين، انا الترع بعمل لها تأهيل
ان انا برجع الترعه لشكلها الطبيعي، وبعدين عشان احافظ على هذا الشكل ممكن احتاج لعمليه تبطين اللي هي احنا كنا بنشوفها بالخرسانه. اذا ال 20,000 كيلو متر مش كلهم هيتطلبوا تبطين؟ ما هنا ما ده بالضبط ده التقييم المرحلي اللي بيتم حاليا، ان ممكن يتم عمليه تاهيل وارنقه للقطاع، الارنقه دي معناها ان احنا بنرجع القطاع لشكله الطبيعي. ما يجري تقييمه الان، هل مثلا احنا هنكمل باستخدام الخرسانه؟ هل ممكن نستخدم الدبش؟ هل ممكن نستخدم عناصر اخرى لتثبيت التربه؟ دي عمليه التقييم الحاليه. وايضا هل محتاجين ان احنا نعمل تاهيل لكامل الترعه ولا جزئيا؟ لان ده بيختلف من ترعه الى اخرى. يعني مثلا مؤخرا سياده الوزير كان بيزور محافظه الشرقيه لتفقد المشروعات هناك، وكان في ترعه طولها 20 كيلو، ده الترعه بالكامل، ولكن اول 4 كيلو بس هم اللي كان فيهم مشاكل. فلما تم تاهيل ال 4 كيلو الميه المشكله الري في الترعه بالكامل اتحلت، تمام. فبالتالي مش محتاجه تبطين. يجي لل 16 كيلو الباقيين ان احنا نعمل لهم عمليه تاهيل. فهنا بس دي كلها عمليه مراجعه لما تم تنفيذه سابقا، بحيث انه احنا بنتعلم لو في دروس مستفاده من السابق، ممكن يحصل بعض التعديل للتقنيات المستخدمه او ان احنا لا، وده كلام برضو محترم، ان ممكن نلاقي ان مش ال 20,000 كيلو متر كلهم محتاجين تبطين، ممكن اجزاء يبقى محتاجه تاهيل فقط، وبالتالي المايه بتسير بشكل يسير مش محتاجه التبطين ومفيش فائد كبير. فده كلام يعني بشكر حضرتك على هذا التوضيح دكتور محمد غانم المتحدث الرسمي باسم موارد وزاره الموارد المائيه والري.